انا عايزه كمان اوريكم التكريم بتاع ديان، عشان برضو لما انا دعينا بقى بالصدفه العظيمه اعرفها من زمان قوي، وشايفه بنت شاطره ومجتهده وممثله حلوه وشعله نشاط في كل حاجه، بس لما شفت اسمها بيتقال في المسرح في يوم المراه قلت ده تكريم جميل، وديانا طورت من نفسها واشتغلت في حاجات حلوه. تعالوا نشوف تكريم ديانا ونرجع نسالها برضو عن القصه ما قبله. سيده ديانا سعد جرجس، مؤسسه مبادره شجره التوت لدمج الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه في المشهد الفني والثقافي في مصر، وتوفير بيئه امنه لهم للتعبير من خلال التعليم الفني والثقافي وفرص المشاركه الفنيه ونشر الوعي. يعني فرحانة أني بشوف حد بيعمل حاجة بهدف إنساني وبيتكرم عليها وبياخد التقدير. أنت حسيتي إيه بقى؟ لا أنا كنت متوترة جدا ومكسوفة. لا مش أي كالعادة، هو يعني ده العادي بتاعك. أنا كنت رحت أصلا على الإيفنت وأنا يعني حاسة أنه ممكن يبقى في لخبطة في الأسامي. يعني في حاجة ممكن تحصل. برضو هسألك نفس السؤال، مين اللي وصل لك وإزاي ترشحتي للجائزة دي؟ احنا حاليا في انكيوبيتر اسمها بسيطه لايف، طلع منها بوست حاضنه اعمال. حاضنه اعمال بتقدم لنا استشارات فنيه وبتعمل لنا ريكومنديشن وبتساعدنا خاصه في مجال الفن والثقافه الدمج كمان. فهي اللي رشحتنا واتعمل بوست على الفيسبوك في وومن في ايجيبت، واتكتب القصه بتاعتي وقصه ماربر تري او قصه شجر التوت جت منين، ومن هنا بدا انه الناس تعرف القصه. حلوة. تعرف القصه ورا شجر التوت او قصه انه كان في تحديات برضو، ومن هنا بدا الدنيا. بس طبعا انا ما جاش في بالي خالص ان الموضوع يكبر. ان الموضوع يكبر وفجاه وبسرعه. عارفه ليه اتقدر بسرعه وتشاف بسرعه؟ يعني من وجهه نظري المتواضعه انه انت كمان شفتي الناس اصحاب الظروف الخاصه، شفتيهم كمان بشكل انساني جدا. انت نفسك في ايه؟ يعني اكيد المبادره دي عشان تكمل، ما احنا مش عايزين المبادرات تتكرم وبس، احنا عايزينكم تكبروا وتكملوا ويستفيد من امكانياتكم دي ناس كتير. فانت شايفه انه شجره التوت ممكن تخدم الناس ازاي؟ احنا طبعا محتاجين دعم المؤسسات الفنيه والثقافيه، ومحتاجين دعم انه المسارح تبقى متاحه لاستقبالهم، ان هم يبقوا فنانين حقيقيين، هم اللي يروحوا بنفسهم ان هم يعرضوا مش بس يتفرجوا على العروض. فمحتاجين، يعني انا حلمي ان يبقى في فرقه دامجه فيها ممثلين محترفين من الاشخاص ذوي الاعاقه ومن الاشخاص ذوي الاعاقه، ونطلع بره ونمثل مصر في مهرجانات بره زي ما بنشوف في بره مصر. بره مصر في فرق دامجه بتطلع وفرق حاجات كتير، فده اللي انا بحلم بيه انه ده يبقى موجود كمان هنا، مش بس ان احنا نعمل لهم حاجه خاصه، لان هم يبقوا معانا، وده معنى الدمج ان هم يبقوا موجودين في وسط الانشطه اللي احنا بنعملها.